أكتر من مرة فخامة الرئيس قال جملة مهمة جدا، قال إحنا ملحقناش الثورات الصناعية الأولى الثانية والثالثة بل والرابعة، الآن إحنا لازم نحقق قفزات حتى نلحق بقطار الثورة الصناعية الجديدة اللي لازم نلحقها، ومش هينفع هذا القطار يفوتنا تاني. طيب هل ده كان حلم كبير موجود للريس فقط لا غير؟ أقول لك حلم كبير عند الريس عند كل المصريين فقط لا غير؟ لا، لأنه الحلم تبعته مجموعة من الخطوات. أنا عايز أفكرك في فبراير اللي فات لما بدأت مصر تشتغل مع المجر على أنه يتعمل استثمارات في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وفي منطقة شرق بورسعيد عشان صناعات تقيلة وعلشان إنشاء مجمعات صناعية لتصنيع مكن التصنيع، وكنت بحكي لك عليه امبارح، صناعة سيارات معدات تقيلة إلى آخره. النهاردة يتم تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، استثمارات وصلت لستة ونص مليون دولار. ده نموذج لتعاون اقتصادي مثمر ما بين مصر والصين. مصر والصين اتعاونوا مع بعض، اشتغلوا مع بعض، عملوا استثمار علشان نصنع مثل هذه الحفارات، وبالفعل تم تسليم هذا الحفار، وشهد مراسم تسليم الحفار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النهاردة الصبح. ده كان في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر في العين السخنة. معانا على التليفون مهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. أهلا بيك يا باشمهندس وألف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ بي ومشاهدينك الاعزاء. يعني يا فندم من وجهه نظر متواضعه ليا وانتم اهل الخبره في ذلك، لكن ده حدث مهم وكبير، مصر بقت بتصنع حفارات بترول. صحيح، النهارده كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه والسيد محافظ السويس كانوا النهارده بيحضروا مراسم تسليم اول حفار بترول صنع في مصر. ده في المصنع بتاع المصنع المشترك ما بين الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر اللي موجود في المنطقة الصناعية في العين السخنة. ده شيء عظيم. طبعا تصنيع هذا الحفار بيعتبر خطوة مهمة، لأن احنا بنتكلم إن قطاع البترول بيدعم التصنيع المحلي، واحنا دلوقتي عندنا في حفارات بحرية بيتم تصنيعها، أيضا الابراج بتاع معامل التكرير، خطوط الانابيب، كل الحاجات الخاصه بالبترول كبنيه اساسيه بيتم دلوقتي زياده المكون المحلي عشان نقدر نوفر اولا ونرشد الدعم النقد الاجنبي، وفي نفس الوقت نعمل قاعده صناعيه مهمه توفر لنا الكثير وتبقى عنصر تامين للصناعه المصريه البتروليه. احنا بنقول ان هذا الحفار في اجزاء منه كان تم تصنيعها محليا، وهي خاصه الحديد والصاج والاخره، وبعض المكونات تم استيرادها من خارج، الجزء الخاص بالجزء الرقمي والالكترونيات. لكن طبعا يعني لما يكون نسبه التصنيع المحلي في حفار بترولي بيبقى استثماراته وتكلفته حوالي 6.5 مليون دولار، طبعا ده مهم جدا ان احنا بنقول ان احنا عندنا خطه كبيره لزياده معدلات الحفر الحفر ده حفار بري يعني بيشتغل في البار. ايوه، لما عندنا خطه طموح ان احنا نحفر العديد من الابار الاستكشافيه عشان نقدر نزود الانتاج بتاعنا ونزود الاحتياطي، وبدون وجود حفارات لن تستطيع تنفيذ خطتها. طبعا الحفارات بيتم في الوقت الحالي مع زياده اسعار البترول بيبقى في عليها طلب كبير، وبالتالي هتبص تلاقي ان سوق الحفارات ما بيبقى مش بوفره، يعني بيكون محتاج حفارات عشان تقدر تشتغل في البرنامج بتاعك، ولابد ان انت تاجره من بره، هتبص تلاقي نفسه البرامج بتاعتك ممكن تتاخر. ولكن لما يكون عندك تصنع الحفارات بتاعتك داخل مصر
وبتستخدمها في السوق المحلي، ده بيعمل لك جزء كبير من الشغل بتاعنا، يأمن لنا زيادة الإنتاج. وبعدين في نفس الوقت احنا بنقول ان هذه الصناعة هي صناعة متخصصة، دي هتسهم في ان احنا حضرتك نتوسع في التصنيع المحلي ويقوم عليها صناعات مكملة اخرى. طبعا هيبقى في نفس الوقت في نفس المهارات بتاعت العاملين بتزداد وبيبقى اكثر كفاءة. وده في نفس الوقت برضك هذا المشروع اللي تم اليوم تسليم الحفار ده ما بين الجانب المصري والجانب الصيني، فده برضك يبقى نموذج للتعاون الوين وين اللي هو المكسب المشترك طبعا للصين ولمصر. ودي كلها في اطار ان احنا عايزين يبقى عندنا قاعده صناعيه مهمه، بالذات انت عارف حضرتك البترول مهم جدا في توفير الطاقة طبعًا العالمية. ودي كلها في إطار خطة متكاملة المهندس طارق المولى أطلقها في عام 2016 لتطوير قطاع البترول. في عمل خطة مهمة في كل الأنشطة البترولية، ومن ضمن هذه المجالات هو التصنيع المحلي عشان نقدر نزود القيمة المضافة الخاصة ب البنيه الاساسيه بتاعه قطاع البترول. هي الحفار ده اللي بنسميه البريمه مش كده؟ ايوه ده اللي دايما اللي احنا يا بريمه طلعي زيت زي الفيلم اياه، هو ده. حلو قوي، البريمه هتطلع زيت. هو ده اللي بيحفر يا فندم. هو ده اللي هو القلب النابض بتاع الابار او الحقول البتروليه. طب هل احنا يمكن يكون في تصورنا او في خطتنا مش بس كمان توفيه الاحتياج المحلي من هذه البريمات، هل ممكن كمان قدام نبدا نصدر لافريقيا وفيها اكثر من دوله واعده بتروليا ايضا؟ وفعلا ده حضرتك تعليق ممتاز، وفعلا احنا بنقول ان احنا اهم حاجه ان احنا نكفي احتياجاتنا، لان يعني احنا عندنا خطط طموحه جدا لزياده عدد الابار. لكن مع يعني هذا الحفار في 7 حفارات تم التعاقد معاهم مع هذا المصنع عشان يسلمهم لشركه الحفر المصريه اللي هي عندها الحفارات اللي بيتم استخدامها في الحفر في الانشور وفي الاوكشور. فبالتالي انت حضرتك لما يكون عندك كميات من هذه الحفارات وفي فائض عندك عن السوق، بالعكس هيتم التصدير فعلا زي ما حضرتك بتقول، ويقدر يبقى دوت مكون مهم للنقد الاجنبي. بس اهم حاجه ان احنا نغطي احتياجاتنا، لان طبعا دي صناعه استراتيجيه واحنا محتاجينها، وفي خطه طموح حاطينها للتوسع في حفر الابار. في عندنا شركات عالميه موجوده وجات مصر اول مره، زي شركات عالميه كبرى زي سوبوبل زي شيفرون، وهذه الشركات طبعا بتشتغل صحيح في البحر المتوسط وفي البحر الاحمر، لكن في شركات عالميه اخرى بتشتغل في الصحراء الغربيه وبتشتغل في الجزء الشرقي من خليج السويس في البار. يا ميسر الاحوال، يا ميسر الاحوال. الف مبروك مره ثانيه يا باشمهندس، والواحد يقول للكل اللي اشتغلوا على مثل هذا المشروع لانتاج حفار مصري الف شكر. بتكلم بجد كل الشكر المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه.